مرحبا شعب الفرنسي العظيم، تحياتي. اليوم بدي اشرح المادة المتبقية لنا بالفاينل. طبعا انا مادة المد شرحتها اوريدي في فيديو سابق، بامكانكم ترجعوا له، فما فيش داعي نحن نشرح الاوريدي انا شارحه، ارجعوا له حيكون مصدر كويس لانكم ترجعوا تراجعوا المادة. الان احنا بدنا نبدأ من المادة اللي هي مادة الفاينل فيما بعد المد. طبعا اول شيء راح نبلش فيه اللي هي حالة الافتراض، كنا طبعا اخذنا فيها سابقا انك تفترض شيء، يعني بين قوسين كنا اخذنا سابقا هالموضوع بشكل لنقل بسيط، اللي هي مثلا الحالة هاي زي ما انتم شايفين، وهي لانها للافتراض، وشرحنا شو هي، وان هاي مثلا هاي كلمة سي اخذنا احنا سابقا، وكنا نعرف سي بمعنى نعم او يس ان انجلش. سو احنا كنا من يعني هذا المعنى السائد عندنا سابقا، ولكن الآن بدنا نفترض معنى يعني معنى آخر اللي هو بمعنى إذا، أو لنفرض أن كذا كذا كذا، تمام؟ أو ممكن نحكي لو مثلا، يعني لو مثلا لو ما صحيتش متأخر كان لحقت المحاضرة مثلا، افتراضات إلى آخره. راح نبدأ فيه الآن، راح نروح على الدرس الأساسي اللي هو راح يكون فيه استفاضة بهذا الموضوع بالضبط. الآن احنا زي ما انا حكيت لكم ان هي راح تجي بمعنى لو. الآن احنا في اكثر من حالة لهذا الموضوع وليست حالة واحدة فقط، وله عدة اشكال. يعني ما مثلا في الجمل بتكون عادة طويلة، هون هاي نقطة احنا بدنا نعرفها ونتأكد منها، وتكون قسمين. طبعا القسم الاول هو اللي بيحتم شو بدنا نكتب في القسم الثاني، لازم احنا نطلع القسم الاول عشان نحدد شو نكتب القسم الثاني. الان احنا في عندنا ثلاث اقسام ممكن تجي فيها الجمله، يا بخيزو يا بارفي يا بلوس كو بارفي، سي سي بريزون الى اخره، سي بارفي و سي بلوس كو بارفي. الان لو حكينا بخيزو ممكن يكون بخيزو، ممكن يكون فيتور، ممكن يكون كونديسيونيل. طبعا كيف احنا بدنا نعرف انه اي وحده فيهم؟ الان انا راح اشرح لكم استفيض، ولكن الان خلينا نركز على الفورم هذا ونحفظه. لو اجى ان بارفي فهو كونديسيونيل، لو اجى بلوس كو بارفي هو كونديسيونيل باسي. طبعا احنا لازم نكون عارفين شو الكونديسيونيل والكونديسيونيل باسي، لازم نكون دارسينه اوريدي، الماده موجوده في اللي هو امتحان المد. الان احنا كيف نعرف؟ انا بحب نروح على الشيء العملي، فانا حضرت يعني محضر اسئله مثلا، اي احنا هون وحضر طبعا شكلين، الشكل المثبت والشكل المنفي. بالنسبه للشكل المثبت عندنا هاي الجمله، سي سارا فيون شي نو نو الي سيرمون او بارك سيرتامون اكسكوز موا سيرتامون او بارك. اوكي احنا كيف نعرف شو هذا الزمن؟ نطلع احنا عليه، واضح هذا الزمن، واضح شو هو، شو الزمن؟ بخيزو معروفة. الآن احنا بعد ما نطلع ايش بكون براسنا؟ البخيزون شو معها؟ بتفكر فيتور كونديسيونيل ولا بخيزو؟ بدك تفكر كويس الآن وتشوف انت شو الحالة اللي ممكن تعطيها. الآن كما هو واضح معنا السيرتامو هي دلالة على المستقبل، تمام؟ و في كثير من الحالات بتكون اللي بدلالة المستقبل، يعني حتى احنا في عنا زمن خاص لو مثلا اللي بلس الانفينيتيف، يعني فاللي بشكل عام طبعا ما تاخذوها قاعدة، ولكن هي يعني داخلة بشكل كبير انه اللي بتكون بتتكلم عن المستقبل. كيف بدنا نتعامل الآن مع المستقبل؟ بكل سهولة بنطلع ايش تصريفها هاي الكلمة في المستقبل، فعل اللي يعني ايش تصريفه في المستقبل، بكل بساطة بنحطه. طبعا حسب الضمير اللي عندنا اللي هو النو، عفوا مشكلة القلم. اوكي ببساطة احنا هيك صرفنا، تمام؟ هذا بالنسبة للحالة الأولى وهي حالة مثبتة، تمام؟ تمام. الآن
بدنا نروح على المثال الثاني. مثال الثاني شو بحكي لك هون؟ Si vous êtes venu plus tôt, vous ne pourrez. الآن إحنا بنطلع متعامل معها نفس ما تعاملنا مع مين؟ نفس ما تعاملنا مع الجملة اللي قبلها. طبعاً بدك تركز بشغلة إنه النفي أو الإثبات ما بفرق، المهم القاعدة إحنا نكون عارفينها. فزي ما حكينا هون هسه بكل بساطة شو معنى الجملة؟ الجملة بتحكي إنه يعني لو أنت جيت بوقت سابق كان ما راح عليك القطار، بكل بساطة. الآن إحنا هون إيش بحكي لك؟ هذا الزمن إيش بنتعامل معه؟ بلوسكو بارفي، هذا الشيء اللي إحنا بنحكي فيه أو هاي الجملة هي بلوسكو بارفي زي ما إحنا أخذنا. ولازم نكون إحنا زي ما حكينا مراجعين لبلوسكو بارفي عشان نحدد، يعني ما بتقدر أنت تحل هاي التمارين بدون ما تكون أوريدي مراجع مادة المد. فهي بلوسكو بارفي، وإحنا شو أخذنا في الجدول؟ بلوسكو بارفي شو بيجي معها؟ كونديشنال باسي. بنجيب الكونديشنال باسي وبننفي، وإحنا هيك بنكون اشتغلنا بطريقة صحيحة. كيف بننفي؟ بكل بساطة فوكس مشكلة. أوكي نركز على موضوع الأكسون، أو عفوا مش الأكسون اللي هو يعني الاختصار، يعني إنه بدنا إيش ندير معنا من الموضوع، نحط أكسون لما بيكون في حروف علة. تمام أوبا، وعشان فيش مساحة هي تحت فعل هاي اوكي. بكل بساطة احنا هيك ايش تعملنا معه بطريقة صحيحة وانهينا. الان الغيتي احنا ليش عملنا غيتي هون بالطريقة هاي صرفناها؟ لانه احنا سبقنا الفعل الاولي، احنا حكينا كيف راح نتعامل مع الكونديشنال باسي انه بتكون من قسمين، فهذا تبعا للقسمين اللي متكون منهم. وما ننسى هاي، يعني ما تخلي انت مجرد وتنسى، لانه ممكن خصم عليك علامة وممكن تروح علامة السؤال كله، فلازم الشخص ينتبه منيح على هاي النقطة. اتوقع ان احنا هون يعني بشكل عام غطينا يعني النقطة هاي، نقطة الافتراض وكذا، يعني هي مش شيء كثير صعب، بدكم طبعا تحلوا عليه تمارين وكثيرة، لأن تمارينه موجودة جدا يعني بالكتاب وبإمكانكم على الإنترنت برضه، بكون لسه أسهل لأنه بتم التحقق يعني منها من ناحية التحقق، أما من ناحية كشمول أكيد الكتاب بضله أشمل يعني بالنسبة لهاي القاعدة، وبإمكانكم تشوفوا مثلا هون بالكتاب تترجموا إيش الأمور بتجي عليكم وإن شاء الله خير. الآن بدنا نروح لنقطة ثانية ونقطة مهمة، سوبرلاتيف كومباراتيف اي سوبرلاتيف. بدنا نفرق الآن بشكل عام قبل ما ننتقل لنقطة الفرنسي في الموضوع هذا، بدنا نتكلم أول شيء بالعربي. طبعا هو شيء معروف ويعني الكل درسه اللي هو المقارنة والمفاضلة، بس في حدا ممكن يحكي إنه لا الاثنين نفس الشيء، لا الاثنين مو نفس الشيء. المقارنة بتقارن بين شيء وشيء، محمد مثلا أطول من أحمد مثلا، اما لو بدك انت تحكي انه هذا الشيء هو الافضل او يعني تخليه افضل شيء ما بين كل شيء، الافضل ما بين مجموعه من الاشياء، يعني مثلا محمد الافضل، خلاص انت هيك انهيت الموضوع، ما قارنته بين حدا، يعني ما تحكي لي هل هو احمد احسن من احمد، هل هو احسن من حسين، هل هو احسن من كذا، خلاص انا فضلته اوريدي حسمت الموضوع. تمام. الان في اكثر من صيغه هاي لهذا الموضوع، يعني مش بس انه صيغه واحده، في عندنا اكثر من صيغه. هون المذكورات بشكل اولي هم ثلاث صيغ بدنا نمر عليهم مرور سريع. اللي هي الاساسيه ثلاث صيغ، بلو واخوانها. بدنا احنا نشوف وعلى أساس إحنا نحل. الآن في نقطة مهمة ومهمة جدا، إنه إحنا حنبلش الآن في الكومباراتيف. تمام،
نبلش في الكومباراتيف. الكومباراتيف تنقسم إلى قسمين، أو التعامل فيها يتم بطريقتين، واحد طريقة الأدجكتيف اللي هي الصفة، أو طريقة الأدفيرب. تمام؟ الآن بدنا نروح نحن للأدجكتيف. الأدجكتيف هون بحكي لك شو الشكل العام لإلها. هون طبعاً أعذروني خط شوي سيء لأن أنا كنت بنقول من اللوح يعني، فللأسف بكونش الخط 100% وما في وقت أبيض. المهم أدجكتيف بلون اللي هي الصيغة اللي حكيناها، أدجكتيف وكو. طبعاً نكون برضو مراجعين الدرس تاع هاي البخونو، ها بدنا احنا نفوت عشان يعني نعرف نتعامل معها بشكل كويس. تمام تمام. الآن هون شو بحكي لك؟ Je suis bleu بيل كوتوا. هون هاي أدجكتيف. تمام؟ يعني احنا هيك تعاملنا مع الأدجكتيف، هاي البلو هاي اللي ضفناها، والبيل معروفة شو هي داخلي. هذا نفس الشيء طبعا يعني، وبرضه هون نفس السياق بنغير السياق. طبعا هون يعني تبديل توفيق، هون برضه بنحكي انه هي اقل جمالا، وهون بنحكي مثلا انها على نفس الدرجة من الجمال. يعني احنا عندنا هون ايش؟ ثلاث مستويات، اكثر اقل ونفس الشيء. بدنا نركز على هاي الثلاث نقاط الرئيسية، وهاي الثلاث عبارات الرئيسية، لأن كله بنتعامل معه بنفس الطريقة. تمام؟ كل الأدجكتيفز نتعامل معهم نفس الطريقة، طبعا كله قبل، يعني هاي النقطة بدنا نكون احنا مأسسين إلها. نحكي اللي هي هاي البلو أو whatever إيش هي، هاي بتكون قبل دائما، هاي احنا بنعرفها. فكله بنتعامل معهم بنفس الطريقة باستثناء اللي هي بو. بو بو كيف نتعامل معها؟ ضل الطريقة. الآن بو ما بزبط انك انت يعني تتعامل مع نفس طريقة التعامل مع الصفات الأخرى، فشو بدنا نستبدلها؟ سنستبدلها بميلور. تمام؟ ميلور زي هون مثلا لبي ام اوكي ليمونا اي ميلور كو لوبيام اوكي اكسكيوز مو لي مرسيدس اللي هي يعني حكيت منا اوكي ماشي لي مرسيدس اي ميلور كو لوبيام. تمام؟ هاي احنا تعاملنا معها بالطريقه هاي. هاي بالنسبه لموضوع التعامل مع كلمه بو، ان احنا ما بنحط بو ابدا، نستبدل البو بالميلير. وهي مثل ما عندنا زي ما حكينا هون احنا ما بنفع نستخدم بلو في هاي الحاله. تمام تمام. الان ولكن في نقطه مهمه، انه ما نفهم انه ما نستخدم بو على كافه بو على كافه الاصعده، خلينا نحكي على كافه التعبيرات، نستخدم على تعبير البلو فقط زي ما انتم هون شايفين. هاي عادي ما في مشكلة مع المواء مع يوزي مع بس أما مع البلو ممنوع نستخدمها منعا باتا، وركزوا على الاستثناءات راح تيجي 100% بالفاينل، هي أصلا الأساس. تمام؟ تمام. الآن احنا انتهينا من موضوع الأدجكتيف في الكومباراتيف. الآن في عندنا احنا السوبرلاتيف، عفوا عندنا الأدفيرب. مع الأدفيرب في تعامل معين، طبعا مثل ما تكلمنا انهم كلهم بيجوا قبل سواء الادفيرب او الادجكتيف. ادجكتيف. تمام تمام. الان احنا بنروح نتكلم، فهو مثلا مونا بارلي فيت، شو بنحكي؟ مونا بارلي بلو فيت كو ساسوار، يعني ان هي بتتكلم بشكل افضل من اختها. تمام تمام. وحطيناها قبل الى اخره. الان زي ما احنا حكينا هون، زي ما هون في استثناء البو، هون في استثناء البيا في الادفيرب. بدنا نفرق شو الاستثناء في البيا، انه في البلو نفس الشيء، في البلو فقط بدنا نركز على هاي النقطه، في البلو فقط شو بنحط؟ ميو. تمام تمام. طبعا اعذروني اذا في سبيلينج عندي خاطئ بصراحه، لانه انا ما اشتغلت على هاي النقطه، وهاي النقطه لازم انا اشتغل عليها بعترف. فبالنسبه للسبيلينج انا عندي يعني في مشكله لازم اعدلها، وهذا شيء يعني خاص فيي. المهم وبنصحكم ما تعملوا زيي بالمناسبة، انه يعني ما تخلوش السبيلنج عندكم يكون ضعيف، تقوموا منه. تمام تمام. زي هون مثلا مونا شونتي
ميو كو موا. تمام تمام. انا هون اختصرتها بشكل بسيط، انه بدك تفرق انت بين الصيغتين هاي، الميلور للادجكتيف والميو للادفيرب. هسه هم اذا بتحبوا تشوفوا من وين موجودين، موجودين صفحه 57 هاي الصيغ يعني. طبعا لو استبقنا ما في الكتاب ما في مشكله يعني، هي هون في مقارنه بينهم تقدر ايش تستزيد وتستفيد منها يعني، بكون افضل. الان هيك احنا انهينا مسألة الكومباراتيف تقريبا. انهيناها وبدنا نروح الان نشوف بس طريقة تعاملنا مثلا لو مثلا في الاسم او في الفيرب، لانه بتختلف. احنا بشكل عام انهينا مع الاسم. الان في نقطة مهمة ومهمة جدا، انه احنا بنشرحها كيف بتكون مع الاسم. دائما احنا بنعرف بالاسم لازم يكون في اداة، يعني ما بكون مثلا هيك اسم وخلص، بدنا ننسب له اداة عشان تكون مثلا هاي مثلا سيارة لا احمد لا حسين لا كذا. فلا هاي لازم يكون لها تعبير عند عندها عنا احنا يعني، او باللغة الفرنسية. فمثلا بلو دو موا اكسكيوز موا. تمام يعني على الصيغة الثانية مع الدو. أوتون دو هاي برضو صيغة جديدة بدنا يعني نكون عارفينها. تمام. فمثلا هون زي ما انتو شايفين هون كيف تعاملنا، نفس ما مكتوب بالضبط، وبدنا ننتبه لهالموضوع. كومبيا دو فخير. تمام. هسا موضوع المعدود وغير معدود برضو بدنا ننتبه له ونركز عليه يعني. هاي بشكل عام. الان مع الفير نتعامل معه بطريقة عادية وعادية جدا، انه بكون في اداة برضو الكو برضو نتعامل معها. وزي ما حكينا هناك في استثناءين في الادجكتيف هاي اللي كلمة بوفيا الى اخره، احنا انتهينا منه وحكينا فيه. الان في السوبرلاتيف. السوبرلاتيف بدنا نشرحه بشكل ان شاء الله يكون بسيط ومفهوم. السوبرلاتيف اللي حكينا هي انك انت بتفضل بتحكي هذا الشيء الافضل. فبالنسبة للسوبرلاتيف نرفع الإضاءة شوي، أتوقع هيك أفضل. تمام. بالنسبة للسوبرلاتيف، سوبرلاتيف إحنا بنتكلم عن موضوع المفاضلة. الآن له بالشأن الكروي يعني، ممكن يعني ينتبه للموضوع. في مرة الشوالي ب 2018 لما فرنسا فازت بكأس العالم حكى شامبيون دو موند، حكى عن هالموضوع. فإيش هم أبطال العالم؟ وما حكى مثلا انه والله فرنسا اقوى من بلجيكا، فرنسا اقوى من مش عارف، لا هو حكى خلاص ان هي ابطال العالم بشكل عام. تمام. الان الفرق الاساسي وبدكم هاي تنتبهوا لها في الشكل ما بين السوبرلاتيف والكومباراتيف، اللي هو موضوع الارتيكل. هون في عندنا الارتيكل ديفيني، بنحط زي ما انتم هون شايفين الارتيكل ديفيني قبل البلو والصيغ الاخرى. تمام تمام. فمثلا هون لو بدنا نحكي احنا مثلا على اول صيغه اللي هي الى بو، شو بدنا نحكي؟ الى بو لو بلو اكسكوز ما الى لو بلو بو دو لا كلاس، يعني هو الافضل خلينا نحكي في الكلاس. تمام تمام. اوكي. الان احنا لما نتكلم بهذا المجال بكل بساطه، انه احنا في عندنا موضوع الادوات وبدنا نركز عليه. مثلا هون دو لا كلاس، في بعض الاحيان بنضطر انه احنا نبدل هاي الاداه. تمام. يكون اداه ثانيه، احنا مش بس مختصرين على اداه التانيث هون في اللي هي في الادوات. تمام. ممكن ما بنفع نحن نحكي هون مثلا زي هون إلي لو بلو بيل دونس لا كلاس، ما بنفع. ليش ما بنفع نحكي دونس لا كلاس؟ بكل بساطة لأنه هيك بيحكوها يعني، ما في أي تبرير آخر ممكن نحكي. تمام. ممكن نحكي مثلا هي الأجمل في الصف، ليش ما حكينا في الصف؟ هون لا، بيحكي لك في تعامل آخر ممكن تعمله، اللي هو إيش؟ بتحط أنت صيغة الدو. تمام. او لو كان كلمه مذكره بتحط دو. تمام.
تمام اوكي. الان بدنا ننتقل لموضوع الميلوغ معها، كيف انه نتعامل مع الميلوغ فيها، لانه برضو هاي داخل فيها موضوع الميلوغ. موضوع الميلوغ بكل بساطة زي ما احنا اخذنا هون لا ناخذ هناك، انما على البو ما بزبط تحكي انت بلو بلو بو، اركز انا بسمع البلو برضو، هي تأكيد للمرة الثالثة يمكن صار. انه في احنا هون تفريعات معينة الى حسب الاداة، انت بتعرف في لو لا ليه، تتأكد على اساسها وعلى اساسها بيتم التعامل، هي الصيغة المختلفة لها تمام، وعلى منوالها انسج زي ما بيحكوا مثل هيك. هاي الجملة بدون ما نحولها لصيغة المفاضلة، هي مع صيغة المفاضلة، هاي بالنسبة لهذا الموضوع. وزي ما احنا حكينا هناك، في برضه هون هنا في للادجكتيف وفي للادفيرب، ما سبق طبعا ينطبق على الادجكتيف. والان نحكي احنا عن الادفيرب. الادفيرب زي ما حكينا هون مثلا ما في شيء تقريبا متغير، هاي القاعدة الاساسية بنضيف لها بكل بساطة لو بلو زي ما انتم شايفين الجمل، يعني ما اتوقع انه في شيء ممكن احنا نضيفه غير عادة شغلة واحدة اللي هو موضوع البيا، زي ما احنا سوينا هناك البو بالنسبة للادجكتيف، فهون في الادفيرب في عنا نقطة البيا، حولناها نفس المصطلح وزي ما انتم شايفين، يعني ما في شيء اضافة جديدة اللي نقول عن السابق. وبالنسبة للنوم اللي هي نتعامل مع الاسم فيها زي ما تعاملنا هناك، نتعامل هون الفرق انه زي ما تعاملنا يعني في الكومباراتيف، الفرق انه نضيف الارتيكل وزي ما انتم شايفين يعني نتعامل مع الدو الى اخره، ما في شيء واضح. وزي ما حكينا هون انه فرق بالشكل، المقارنة بين الفاضلة هو انه كومباراتيف بدون ادوات تعريف والسوبرلاتيف مع، هاي نقطة مهمة ركزوا عليها حتفيدكم كثير. وطبعا في تمارين زي ما احنا عارفين بامكانكم تحلوها من الكتاب وتستزيدوا اكثر واكثر. بعرف يمكن مدة الفيديو طولت، ولكن بصراحة أنا مضطر لأشرح بهذه الطريقة ليكون الأمور كلها واضحة بحيث ما نفوت شيء إن شاء الله، ولو فوت شيء احكوا لي يعني ممكن أنا أعمل فيديو آخر يعني. الآن في عنا إحنا شغلة الكونتينت اللي هي الكميات، أنك كيف تتعامل مع الكميات بالنسبة للأرتيكل. أنا بصراحة اقتصارا الوقت أنا بدي ما أشرحها. ليش ما اشرحها؟ لانه هاي يعني زي ما بيحكوا يعني انهرت شرح، انشرحت بشكل يعني مكثف، شرحت يعني بالفرنسي واحد والفرنسي اثنين، حاليا باخذ فرنسي ثلاث وبالقواعد واحد، يعني اخذت نصيبها واكثر من الشرح، فما في هون شيء اضافي. ولكن مو غلط انت تراجعها بحيث تزيد معلوماتك وتتاكد يعني 100% من هاي القضيه. الان بدنا نروح على اخر درس، يعني هاي بشرة سارة انه هذا اخر درس. الاونديفيني ك اكسبريشن او كمفهوم او مصطلح ظهر لنا احنا مع الارتيكل ديفيني والارتيكل اونديفيني اللي هي ادوات التعريف والتنكير، ظهرت لنا سابقا يعني، ولكن هون بتظهر لنا بشكل يعني مختلف نقول قليلا، هو الكميات غير المحدودة. طبعا هاي متصل بالدرس اللي هي الكميات قبل شوي اللي هو الدولة إلى آخره يعني، والمعدود وغير المعدود، طبعا بدك تكون أنت متمكن منها قبل ما تراجع هذا الدرس. الآن بكل بساطة بدنا نيجي إحنا على هاي شو هو بشكل عام. هي هون إحنا في عنا بعض الكلمات تمام اللي ما بتحدد شيء محدد بالتحديد، يعني ما منحدد شيء. يعني مثلا لما تيجي تحكي اعطيني مثلا كمشه بزر، انت هون ما حددت كيلو 2 كيلو ربع كيلو اتفر، ما حددت، انت حكيت اعطيني كمشه وكل واحد وكمشته زي ما نقول يعني، فما في شيء احنا حددناه. لما تحكي مثلا انا قرات كل روايات نجيب محفوظ، انت ما حددت عدد معين من الروايات او نوع معين، لا انت حددت، انت انا حكيت كل روايات نجيب محفوظ، فبالتالي احنا يعني كلمه هي خلينا نحكي عامه او واصفه، كلمه وصفيه وليست كلمه كميه تمام. هون عندنا بعض الكلمات، او قبل ما نحكي عن بعض الكلمات نحكي عن بعض الصيغ اللي بتحكي عنها الكالكو بكل يعني تفريعاتها. طبعا زي ما نحكي انه لازم توافق، لازم يكون في موافقه ما بينها الأ والأ أس وإلى آخره، plusieurs وشك وتو
لتفريعاتها وسيغتان وأوتخ وآكون، تمام؟ الآن بدنا إحنا نتعامل نشوف مثلا هاي الكلمة شو بحكي لك. Je le plusieurs romans de dur، بحكي لك أنا قرأت العديد من الروايات، ما حدد زي ما حكينا. هون مثلا quelques romans de كامو، هون بحكي لك إنه هو يعني قرأ بعضها كانت روايات لكامو، تمام. الآن هون إحنا بدنا يعني طبعا كل كلمة وكل معناها موجود، يعني مثلا هذا بدنا نحكي إحنا هون طبعا حاكي إنه petit nombre اللي هي إن كل يعني عدد قليل زي ما حكينا أو رقم صغير. الآن إحنا نحكي عن الشيك اللي هي كل طالب مثلا، تمام. بدنا نحكي هون مثلا تو أيضا يعني برضو يعني هي سمنتو كاتمين توتال ديل ديلمينت اللي هي ديلمينت اللي هي إنه كل العناصر اللي نقول يعني توتال اللي هي توتال والعناصر إنك تجمع يعني، تمام. وهون سيغتون اللي هي جزء من مجموعة، وهي تجي تقريبا بنفس المعنى يعني. الأوكا اللي هي ولا واحد، جنوكني أوكا اتوديونت، أنا ما بعرف ولا طالب ولا واحد من الطلاب يعني، ممكن نحكي برضه. وهي السياق طبعا هو هون يعني شارحها بشكل مفصل، بدكم ترجعوا له يعني شيء سهل نفس ما أنا شرحت بالضبط يعني. يعني هذا بالنسبة للموضوع هون يعني. هسه هون في شيء معين وشيء يعني حالة واحدة فقط هي اللي بتيجي فيها هون الأداء، مثلا كيف تتعامل مع الأدوات وكذا. هون مثلا هون الصفة بتكون قبل الموصوف، يعني هاي شيء بسيط يعني. le pluriel un autre، حكي لك انه لما تكون في البلوريال اللي هي الجمع يعني حط الأداة دو، يعني انا برضو ندير بالنا من موضوع ان نحط اللي هي هاي الإشارة هاي عشان ايش ما يكونش في تداخل بحروف العلة. هذا بشكل بسيط. الان احنا ايش اللي بيحدد ايش نحط اي أداة؟ الكونتكست او اللي هي السياق، سياق الجملة. فلازم احنا نفهم شو معنى الجمل عشان نقدر نحدد شو نحط أداة مناسبة. الان بدنا يعني هذا بالنسبة لهذا الموضوع، وطبعا هي موجودة وبتقدر انتو تحلوا تمارين ومن النت تستزيدوا الى اخره. هذا بالنسبة للحالة الاولى. طبعا هون احنا نتكلم على الادجكتيف فيها. الان هي فيها قسم اخر اللي هو البخونو، تمام. احنا في عنا قسم البخونو وفي عنا قسم الادجكتيف. الادجكتيف خلصنا منه، الان للبخونو. خونو فيها اختلاف ولكنه ليس بالاختلاف الكبير. فبدنا نتطلع ان احنا هون في عنا الصيغ اللي نتعامل معها، انه ممكن يكون هون مثلا محايد، مثلا هون هاي تويفيا كومبخون توا، هون جاء بصيغة محايدة. خلينا نحكي هاي مثلا شغلة بدنا مثلا نتعامل معها. ف يعني زي ما هون احنا شايفين بلوزيير، وحكينا طبعا موضوع الموافقة وما الموافقة، انه مثلا كانت هناك الموافقة فقط يعني في بعضهم وليس جميعهم بالكلكو الى اخره. هون احنا بدنا نوافق بشكل اكبر سيغتون زي ما احنا شايفين مع الجمع مع الى اخره بدنا نوافق. ف يعني انا بصراحة مش شايف شيء الكثير قوي نشرح، يعني انه بده كثير شرح بحيث انه مش مفهوم. نرجع الدفتر نشوف ممكن في أمور إحنا أغفلناها. بالنسبة للكتاب هو تكلم عن صيغ، خلينا نحكي أكثر أهمية ممكن يتم ضربك فيها. طبعاً هون يعني بحكي لك إنه أشياء ممكن أنت تحكيها وأشياء ما تحكيها. نصيحة، ركزوا على شيء عليه هيك علامات، هذا كثير مهم بيجي منه. فمثلاً بحكي لك إيش تحكي merci pour tu، هاي بتحكي إنك أنت للأشياء، وهاي تو لو بيرسون للاشخاص، صيغ معينه ثابته يعني احنا بنحكي، تمام. بس يعني هذا بشكل عام وبدنا نحله. واحنا طبعا حكينا ايش بنحط احنا على اي اساس حسب السياق. الان في عندنا ثلاث صيغ جديده اللي هي الكالكو اون والكالكو شوز والكالكو باغ. الكالكو اون احنا اخذنا الكالكو اوريدي، احنا نضيف لها الاون. هون في صيغ معينه بتجي فيها الجمل او طريقه.
شو بحكي لك؟ جاتون كلكو آن. أنا أبحث عن شخص. أنت بتحكي. تمام؟ فو إيش بحكي لك شخص؟ كو. أنت بتحكي له بيرسون. وبصيغة هيك مصب يعني. فليش أنت مصب هون؟ لأنه هذا بصير في نوع من التدخل. إنه إيش؟ إنه أنت بتحبش حد يتدخل فيك يعني. أنا ببحث عن شخص. خلاص. تحكي أنت هيك. فو بحكي لك إنه مين؟ ف يعني أنت هون تدخل زي كأنها حشرية يعني. أنت بتحكي له ولا حدا. بتحكي لهش بيرسون شخص يعني. بدك تفرق بمعناها. إنه ولا حدا بدكش تحكي. مثلاً هون جو شارشي كلكو شوز يعني بدك تشتري شيء. خلينا نحكي كوا غيان لا شيء. تمام. هون هاي يعني ممكن تحكي إنه ما هو حق بشكل كبير فيها يعني. جو في كلكو باغ. تمام. أنا رايح. تمام. كيك وين تتحبش حد يتدخل فيك تحكي له نيل باغ. تمام. انه لا شيء. تمام. يا عفوا لا مكان ولا مكان. تمام. فيعني هاي الصيغ ممكن انتوا عشان تتذكروه بتتذكروا موضوع الناس الحشريين واللي بتدخلوا كثير عشان ايش تعاملوا معها بالطريقه المناسبه. فهون بحكي لك انه بعض الامثله سيبخونو هي بول اكل كو ان دي انتليجون بول او مي. هون بحكي لك انه كيف تتعامل بالنسبه لموضوع الفيمينا والماسكولا اللي هو المؤنث والمذكر. طبعا الشيء الاهم بكل هذا الكلام انه في موضوع جمع. يمكن انتم تشوفوا صيغ معينه لاول مره تشوفوها وتستغربوا انه ايه كيف هيك. لا انتم تتعودوا على هاي الصيغ وتعرفوا انتم كيف تتعاملوا معها لما تكون بالجمع. وهي بسيطه بسيطه جدا ان احنا بس ضفنا اس زي ما الان راح افرجيكم. هون شفتوا كيف ضفنا اس وفي برضو اي اس لانه في الماسكولا والفيمينا بلوريال. تمام بالضبط هون يعني. وتعملنا طبعا على حسب زي ما احنا شايفين هون والامثله يعني كلها امثله واضحه ما بدها. وطبعا هون طابقنا مطابقه ومطابقه الى اخره مع صفات الجمع زي ما انتم شايفين. ما في شيء خلينا نحكي جديد او غريب عليكم مع كل الصيغ ايضا هون. طبعا انا برشح لكم تحلوا مثال ممكن يكون قوي وكويس على هذا اللي هو مثال اثنين. انا برشح لكم تحلوه هو مثال كويس وممكن يكون يعني خلينا نحكي خارطة الطريق لكم لتفهموا اكثر واكثر لانه بالنهاية الحل هو الجزء الاساسي اكثر من الفهم. ممكن تكون فاهم مش حال ما استفدتش لازم تحل انت وتحل كثير كمان. لهون بنكون احنا انتهينا من هاي المادة العظيمة. بشكر جميع الطلاب اللي شافوا الفيديوهات وان شاء الله يعني بلقاكم بالفصل الجاي. واسف طبعا على الإطالة يعني. واذا بدكم لمواد ثانية تخص الفرنسي او الانجليزي انا ان شاء الله جاهز وممكن اشرح. تواصلوا معي على سواء بالكومنتس او مسجز وانا ان شاء الله برد وبنشوف كيف ممكن ارتب الامور. يعطيكم الف عافية. شكرا جزيلا على الاستماع. سلام.